السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح؟ صوت واضح؟ أي بنات شباب الصوت واضح؟ طيب راح نكمل إن شاء الله اليوم عن ما وصلنا إليه في المحاضرة الصباح. آخر شيء وصلنا أسلوب الإعلام الرافض وأسلوب الإعلام الناقل. ماشي؟ هاي فاطمة وصلنا أسلوب الإعلام الراسخ والناقل مش هيك؟ إن شاء الله آخر شيء قمنا بتفريغه أسلوب الإعلام الراسخ والناقل لو اتصالات الأزمة. طيب اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن الأساليب التقليدية، مهمة جدا المحاضرة اليوم، وبتيجي يعني بتيجي بالعالي فيها من يعني بالاختبارات من هذه المحاضرات اللي الاساليب التقليديه وغير التقليديه لاداره الازمات. تعرف الازمات انه دائما يعني تتبع اسلوب معين وطريقه معينه في اداره ازماتها وفي التعامل مع ازماتها. نسمي هذه الاساليب هي او الطرق بنسميها كيفيه تعامل المنظمه مع الازمه. طبعا ممكن تقاس على هذا الامر الدول الافراد، نفس الشيء اليه وطريقه التعامل مع الازمه بطريقه معينه واسلوب معين. فعندما يعني احيانا تكون الازمه بسيطه وتكون المنظمه في افضل اوضاعها وتكون يعني في احسن صورها، بتكون المنظمه يعني ناجحه ومتميزه، تتبع دائما في مثل هذه الحاله اسلوب يسمى انكار الازمه، اي بمعنى اخر انها لا تعترف بالازمه نهائيا وبوجود الازمه. مثل هذا الحل دائما انه يكون في تعديل اعلامي معين في التعامل مع الازمه بشكل عام. في بعض اللحظات او بعض الاساليب تقوم المنظمات باسلوب يسموه كبت الازمه، اي انه تحاول قدر الامكان ان تؤجل ظهورها، يعني هي لا تعترف بهذه الازمه، تحاول انه يعني تتخلص من الازمه، تتخلص من انقاذ الموجودين، تقضي عليها بدرجه كبيره، يعني تتعامل معها بدرجه عاليه من العنف احيانا عند الكبت، القضاء عليها في مرحله الولاده هنا، اني انا كيف بدي اقضي على الازمه في اولى مراحل. احيانا بعض المنظمات يعني تكون الازمه يعني ليست مهمه، بسموها اسلوب بخس الازمه، يعني هي مجرد حدث عادي ليس حدثا مهما. بتحاول قدر الامكان انها تستخدم اساليب ترهيب، تحاول قدر الامكان انها في مثل هذه الحاله انها تستقطب ترهب، يعني بتحاول تجمع القوه المناسبه للتعامل مع الازمه، وهذه المرحله بنسميها زي ما حكينا بخس الازمه. في احيانا انه الازمه موجوده ويعني بنحاول حتى في حياتنا العمليه تكون هي موجود ازمه معينه، وانت بتحاول انه توجد شيء من اجل يعني اظهارها، كيف بدي اظهر الازمه؟ كيف بدي اني يعني ابينها بصوره معينه واضحه للجميع؟ بحاول اني بسموه تنفيذ الازمه، بمعنى اخر انه يعني لما تتاخر الازمه عندي انا بدي اظهر بدي اخلص من هذه المرحله اللي مثل ما يسموها حرب بارده او انه زينه وازمه معينه واضحه، لكن انا الان بدي افجرها قدر الامكان، بحاول اسوي عمليه تنفيذ من اجل اظهارها الى السطح. احيانا في بعض المنظمات بتكون يعني ازمات قويه عنيفه بتهدد الوجود، مثل هذه ازمات في غايه الخطوره. هون الازمه يعني بدك تستخدم عنف شديد جدا تجاه قوة الأزمة، تبدأ في أساليب معينة، تحاول قدر الإمكان إنك تستخدم كافة الأساليب اللي ممكن إنها تكون لها دور في قمعها والقضاء عليها قضاء عنيف. طبعاً إحنا الآن يعني لا تقاس فقط على طريقة المنظمة، ممكن المنظمة على سبيل المثال فصل الموظفين، ممكن تتبع أساليب دعاوى قضائية، ممكن تتبع أساليب معينة، لكن ممكن نتبعها أيضاً في يعني على مستوى قياسي، على مستوى الدول، على مستوى الأفراد. التعاملات المختلفه بين الافراد قد تكون يعني ازمه معينه وقد يستخدم مثل هذا الاسلوب. احيانا في بعض الاحيان ممكن انه عزل قوى الازمه يسموه، وهي كلها اساليب تقليديه الان،
انه بحاول اني اوجد عوائق معينه، بحاول اوجد حوادث معينه، حوادث اداريه معينه، حوادث ماليه معينه، قانونيه معينه لحل الازمه. طبعا هذه الاساليب كلها التقليديه في اداره الازمات بشكل عام هي اساليب تستخدمها المنظمات، والمنظمه تستخدم كل منظمه. هذا كلام مهم جدا، انه ما هو الاسلوب المناسب لي، ما هي الطريقه اللي انا ممكن اني اقدر من خلالها اني اتعامل مع الازمه الموجوده عندي؟ هل اتبع اسلوب تقليدي او اسلوب غير تقليدي؟ ما هو الاسلوب الامثل والانسب في التعامل مع الازمه بشكل عام؟ بعض المنظمات تكون لديها رده فعل قويه، عندها قدرات، عندها امكانيات، وتستطيع التعامل مع الازمه بكافه الطرق، سواء بالترهيب او الترغيب او باتباع يعني طرق عنيفه او طرق سلسه في التعامل مع قوى الازمه. بعض المنظمات تكون عندها قدرات، يعني خصوصا الاداره العليا ليس لديها القدرات، الكفاءه الاداريه ليس لديهم القدره على القياده، بالتالي لا يستطيع استخدام بعض الاساليب القويه، ممكن يستخدم اساليب سلسه معينه. بعض المنظمات قد يكون لديها يعني ضعف كبير جدا، ولديها قاده قويين جدا، يعني ضعف في مالي، ضعف في الموارد البشريه الموجوده عندها، ضعف في امكانياتها، لكن بنفس الوقت لديها قاده اداريين قادرين على التعامل مع الازمه، وبالتالي تخرج من الازمه بالرغم من هذا الشيء يعني قوه معينه، بالرغم من وجود ازمه، لكن وجود القاده وجود الاداره العليا الناجحه قد يكون له سبب كبير في نجاح مثل هذه المنظمات وخروجها من الازمه بنجاح. بعض المنظمات العكس تماما، يكون لديها امكانيات قويه ضخمه جدا، وعندها قدرات موارد بشريه، وعندها يعني طاقات ماديه وغيرها من الامور اللي ممكن توفرها وتقضى على الازمه بسهوله، لكن نتيجة اتباع هذا الأمر الضعف زي ما حكينا في الإدارة العليا أو القيادة العليا، ممكن يكون له دور كبير في ضعف هذه المنظمات، وبالتالي عدم استطاعتها على التعامل مع الأزمة بنجاح. يعني الأمر من جهتين زي ما حكينا، قد تكون الإدارة العليا ووجود القادة الإداريين الناجحين المتميزين قد يكون لهم دور كبير في خروج المنظمة من الأزمة بنجاح وتميز، والعكس يقال تماما في حال عدم وجود الإدارة العليا. هذا كل ما يتعلق بالاساليب القياديه التقليديه ممكن ان نستخدمها في اداره الازمات بشكل عام. اذا كان هناك اي سؤال ممكن نساله. اذا في اي سؤال، واذا جاهزين ممكن نلخص النقاط الرئيسيه بالاساليب التقليديه لاداره. في أي سؤال يا بنات الشباب؟ كل شيء واضح؟ طيب. نيلي نلخص النقاط اللي ذكرناها. الأساليب التقليدية لإدارة الأزمات، هذا العنوان الرئيسي. الأسلوب الأول إنكار الأزمة. من الطرق التي تستخدمها المنظمة عند إنكار الأزمات التعتيم الإعلام. من الطرق التي تستخدمها المنظمة عند إنكار الأزمات التعتيم الإعلام. التعتيم الإعلام، ويقصد بإنكار الأزمة عدم إظهار الأزمة نهائيا، حيث تتبع المنظمة هذا الأسلوب عندما تكون أوضاعها على ما يرام وفي أحسن صور. الأسلوب الثاني كبت الأزمة، ويقصد فيه تأجيل ظهورها، ويتم التعامل مع الأزمات عند كبتها
بدرجة كبيرة من العنف، وذلك بهدف القضاء عليها في مرحلة الولادة، بحيث يتم التضييق على قوى الأزمة والتخلص من قادتها دون الاستجابة لمطالبها. الأسلوب الثالث بخس الأزمة. تعتمد المنظمات هذا الأسلوب عندما تكون الأزمة مجرد حدث عابر وغير مهم. الأسلوب الرابع تنفيذ الأزمة. تعتمد المنظمة هذا الأسلوب عندما يتأخر انفجار الأزمة. تعتمد المنظمة هذا الأسلوب عندما يتأخر انفجار الأزمة. الأسلوب الذي يليه الخامس بعد الأزمة. تعتمد المنظمة هذا الأسلوب عندما تكون الأزمة في غاية الخطورة وتهدد بقائها ووجودها، وتستخدم المنظمة في هذه الحالة العنف والقوة بصورة شديدة اتجاه قوى الأمن. الأسلوب الذي يليه عزل قوى الأزمة، وهنا يتم إقامة حواجز إدارية ومالية واقتصادية للسيطرة على الأزمة. هذا كل ما يتعلق بالأساليب التقليدية لإدارة الأزمة. في أي سؤال؟ الأساليب طبعا غير التقليدية لإدارة الأزمات، هناك مجموعة أيضا من الأساليب. أحيانا نحن نسمع بالديمقراطية، إنه الديمقراطية يعني أنا أتبع أسلوب معين يعني يمثل النمط الديمقراطي بهدف انه اعزز نوعا ما ثقة اصحاب المصالح، يعني ايضا مشاركتهم في انه يكونوا لهم دور في المشاركة والمساهمة في تحمل المسؤولية في حالة الازمات وفي حال يعني المساهمات المختلفة في المنظمة، بحيث يكون لهم الدور الاول او دور المشارك نوعا ما في التعامل مع الأزمة. هذا ديمقراطي ان انا بشركهم في مشاكل وبشاركهم في كافة الامور الموجودة لدي. الاسلوب ايضا هذا يسمونه المشاركة الديمقراطية. المشاركة الاخرى اللي هي الاحتياطي التعبوي، يعني هون المنظمة تكون عندها دراية كاملة، معرفة كاملة متعلقة بكل موضوع موجود عندها من نقاط ضعف، يعني زي ما تحكي انه يعرف نفسه جيدا، يعني بمعنى اخر المنظمة تعرف ما هي مشاكلها، تعرف ما هي يعني النقاط السلبية الموجودة عندها، ما هي النقاط الايجابية الموجودة عندها، ضعف ايجابياتها، قوتها، تعرف كل شيء، وبالتالي تعتمد هذا الاسلوب يعني وهي تعرف كل شيء، بدها كل شيء من البدايه المختلفة في التخصصات المختلفة سواء تكنولوجيا، موارد بشرية، دود عمل، مواد خام، أساليب وقائية، هي تعرف حالها جيدا وتتبع هذا الأسلوب لأنها عندها قدرات معينة في التعامل مع الأحداث المختلفة. بتحاول هون إنه قدر الإمكان يعني أي شيء بيصب الأعمال الرئيسية
هات الاحتياط السابع انه ما توجد اي تدخلات مباشره من الجهات المختلفه وقوى الازمه بانها تحدث اي تغيرات في التعاملات المختلفه للازمه. ولذلك تعتبر هذه اسلوب من الاسلوب الجيده التي ممكن تستخدمها المنظمات في التعامل مع الازمه. ايضا من الطرق المختلفه التي نحن نتعامل معها اسلوب يسمى تفتيت الازمه، هذا كثير يستخدموه في الازمات الكبيره، بكل بعض الازمات تكون يعني لها يعني حجم معين وكبيره في التعامل مع الازمه، وانا دائما اذا اردت اي شيء ان اقلل من يعني قيمته يجب ان اقوم بتقسيم، يعني حتى العمل اذا اردنا انجاز عمل معين يجب علينا في البدايه ان يكون لدينا تقسيم هذا العمل الى اجزاء، وبالتالي استطيع ان اتعامل مع هذه الاجزاء المختلفه بقدره اكبر من التعامل مع يعني العمل بصوره كبيره. ونفس الشيء في الازمات، ممكن يكون ازمه كبيره جدا ويصعب التعامل معها ويكون هناك تعقيد كبير في التعامل معها، لكن لما اقوم بتفتيتها وتشجيعها قد يكون له دور كبير في التعامل مع كل جزئيه باسلوب معين وطريقه معينه، وهذا تسمى الاسلوب تفتيت الازمه. احيانا انه يعني بنحاول انه يعني نصعب قدر الامكان الازمه، وهو اسلوب هذا اسلوب غير تقليدي. الازمه يعني غير واضحه، بتكون يعني متعدده المصادر، لها يعني عده مراحل، حتى لا اعرف مرحله ولادتها من مرحله يعني نضوجها، هل هي واصله لمرحله معينه؟ انا كيف بدي اتعامل معها في ظل وجود هذه التغيرات المختلفة؟ هنا قد يكون من الأساليب المميزة اللي هو محاولة يعني تصعيد هذه الأزمة وبذلك الغموض عن هذه الأزمات بطريقة معينة أسلوب معين. أسلوب ناجح جدا أيضا اسم الوفرة الوهمية. دائما في الأزمات العنيفة، الأزمات الشديدة جدا بتكون دائما لها انعكاسات سلبية خصوصا مع الدول، يعني بتحاول قدر الامكان التعامل مع انه نزيل القلق نزيل الخوف، نقوم ب يعني اي يعني ترويج يعني للشائعات، تحاول امتصاصه، ادوات مناسبه نستخدمها في حاله الاتصالات الذريه. هون دائما نعتمد على الاعلام بشكل كبير جدا في التعامل مع الازمات. من المناهج المهمه جدا، يعني يعتبر من افضل الاساليب يسموه المنهج المتكامل لإدارة الأزمات. هذا منهج ناجح ومنهج يعتبر متميز في إدارة الأزمات بشكل عام، ويعتبر من الأساليب التي لها دور كبير في التعامل مع الأزمات في اختراق الأزمة. وهي طبعا خطوات ناجحة جدا في التعامل. كيف بدي أبحث عن البيانات اللي بتشخص الوضع بشكل عام؟ كيف بدي احدد الاطراف اللي لها علاقه بالازمه بشكل عام؟ كيف بدي اواجه هذه الاطراف بالطرق المناسبه؟ كيف بدي استقطب القوى المناسبه؟ كيف بدي اخترق؟ كل هذه الاساليب يعني بتبين بنقاط معينه، هل بسموها انه بدايه الازمه، ولايه الازمه، اختراق الازمه، هي من خلال يعني عيد قراءه الازمه من جديد، اتبع الاحداث الموجوده في الازمه، كل طرف شو عنده، الشكوك الموجوده عندي، الهواجس الموجوده عند حول الازمه، نقاط الخلاف الموجوده، كل هذه من خلال استخدام يعني ودراسه كل الجوانب المتعلقه بالازمه واعاده تتبع اهدافها من كافه الاطراف. بعد هيك باجي بسوي يعني فيما اثبت الامر عندي، وضع ارتكاز اساسي بسموه مرحله التمركز، طبعا هي عمليه تاسيس قاعده ارتكازيه في مناطق الاختراق. تعرف انه شيء طبيعي انه راح يكون في يعني جذب واستقطاب للمغيبين والمناصرين، هذه يسمونها المرحله دائما اللي هي التوسع، او وبعدها تاتي مرحله التوسع الاعلامي واللي هي دائما تسمى الانتشار. طبعا بعد ذلك اذا كنت قادر على التوسع ويعني بدات في امور معينه، تبدا عمليه السيطره والاقناع والاكراه زي ما حكينا، الترغيب والترهيب، ومن ثم توجيه الازمه بتكون من خلال انه يعني من شيء كان سلبي او شيء قدرني بطريقه كبيره، بحاول قدر الامكان اني احوله او اصدره الى الخارج بحيث ان احولها من سلبيه الى ايجابيه. هذه المرحله تعتبر مرحله دائما لصناع القرار، بتكون تعتبر من
المراحل الصعبة بحيث أنه كيف أستفيد من خطأي. ونحن دائما نعلم بأن الشخص الإنسان بشكل عام يستفيد من يعني الأخطاء الماضية، قد يكون له على المستوى الشخصي قد يكون يعني لها آثار إيجابية كبيرة في حياته، وعلى مستوى المنظمة قد يكون لها آثار إيجابية في نجاح المنظمة وكذلك. هذا كل ما يتعلق بشرح المنهج المتكامل لإدارة الأزمات، وإن شاء الله راح اليوم نوقف عنده، وغدا بعون الله تعالى راح نأخذ الأساليب التنمية لإدارة الأزمات إن شاء الله وهي سريعة، نحاول نخلصها يعني في أول محاضرة، وبعد ذلك سنبدأ في عملية المراجعة للماده في المحاضرتين القادمتين إن شاء الله يومي الثلاثاء والأربعاء، لأن وضعنا إحنا محاضرة يوم الأربعاء بدلا من محاضرة يوم الأحد، لأن النظام كان فيه مشكلة وكان النظام على الجميع يعني لا يمكن الدخول للنظام نهائيا، وتم توجيه رسالة من عمل التعليم بالبعد بهذا. في أي سؤال؟ ممكن نلخص النقاط السابقة. نعم يوم الأربعاء آخر محاضرة إن شاء الله نفس الوقت الساعة 4:45 في نفس الوقت إن شاء الله. إن شاء الله ما حد عنده مشكلة، مناسب للجميع إن شاء الله. الله سهلا يوم الأربعاء وهي آخر محاضرة للمراجعة بعون الله تعالى، وأيضا بكرة محاضرة بكرة إن شاء الله أكون في جزء منها، ممكن نراجع أول نأخذ أسبوع من الأشياء. اختبار فوزي ظني سنة 6-7 ميلادي 7 الساعة 10:06 صح الموعد؟ صحيح ولا خطأ؟ أنا متذكر هيك حكيت لي ما بيجيناش كمان في الأوقات الخليفة 6-7 16-7 16-7 16-7 طيب الأساليب الآن العنوان غير التقليدية لإدارة الأزمات، الأساليب غير التقليدية لإدارة الأزمات. الأسلوب الأول الاحتياطي التعبوي، تعتمد المنظمة هذا الأسلوب عندما تكون على دراية ومعرفة متعمقة وشاملة بنقاط ضعفها وبالتهديدات التي تواجهها. الأسلوب الثاني المشاركة الديمقراطية، تعتمد المنظمة هذا الأسلوب عندما تتصف إدارتها باعتماد النمط الديمقراطي في القيادة، وتستخدم المنظمات هذا الأسلوب عند رغبتها في تعزيز ثقة
أصحاب المصالح وزيادة مساهمتهم في تنفيذ الحلول وتحمل المسؤولية. الأسلوب الثالث تصعيد الأزمة تعتمد المنظمة. هذا الأسلوب عندما تكون الأزمة غير واضحة، غير واضحة المعالم ومتعددة المصادر، حيث تسعى المنظمة على إزالة الغموض والتعرف على أساليب وسياسات واتجاهات أطراف الأزمة. الأسلوب الرابع تفتيت الأزمة، تعتمد المنظمة هذا الأسلوب مع الأزمات الكبيرة، وتركز المنظمة على تجزئة الأزمة وتفتيتها إلى أجزاء صغيرة. الأسلوب الذي يليه تفجير الأزمة، تفجير الأزمة من الداخل. الأسلوب الذي يليه اسمه تفجير الأزمة من الداخل. يعتمد هذا الأسلوب على جذب العناصر القوية لإضعاف الأزمة وزرع موالين وصناع القرار. وهنا تركز المنظمة على ضرب قوى الأزمة ومواجهتها. الأسلوب الذي يليه الوفرة الوهمية، تعتمد المنظمة هذا الأسلوب في ظل الأزمات العنيفة والسريعة والتي لها انعكاسات سلبية حادة على المجتمع. الأسلوب الذي يليه ركوب الأزمة وتحويل مسار، استخدم هذا الأسلوب في الأزمات العنيفة حيث تحاول المنظمات تقليل مخاطر الأزمة وركوب الموجة حتى تلاشيها.
في أي سؤال على أساليب غير التقليدية. مهم جدا هو لا تخربط بين الأساليب التقليدية والأساليب غير التقليدية لإدارة الأزمة. في أي سؤال؟ راح نكمل إن شاء الله عن المنهج المتكامل لإدارة الأزمات. عنوان: المنهج المتكامل لإدارة الأزمات. يتكون هذا المنهج من عدة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الاختراق. حيث تتم في هذه المرحلة معرفة أسباب المرحلة، معرفة أسباب الأزمة ودوافعها وعناصرها ومتغيراتها. نحاول نتعرف على هذه الأمور في المرحلة الأولى، وهنا يتم البحث عن المعلومات التي تساعد على تشخيص الأزمة بدقة والتعرف على كافة الأطراف. نحاول في مرحلة الاختراق معرفة نقاط الضعف ونقاط الخلاف بين قوى الأزمة، ويتم استخدام دراسة جوانب ومسببات الأزمة من كافة النواحي في هذه المرحلة، حيث يتم إعادة تتبع أحداث الأزمة من كافة الأطراف. المرحلة الثانية هي مرحلة التمسك، ونقصد في هذه المرحلة تأسيس قاعدة ارتكازية في مناطق الاختراق. تأسيس قاعدة ارتكازية في مناطق الاختراق. المرحلة الثالثة التوسع، حيث يتم كسر وجذب واستقطاب المزيد من المؤيدين والمناصرين ضد قوى الأزمة وتحقيق تمركز في أماكن جديدة تسيطر عليها بصورة كاملة أو جزئية. لهي هذه مرحلة التوسع. المرحلة الرابعة اللي هي الانتشار، حيث يتم الانتشار بالتأثير في اتجاهات الأحداث باستخدام الإعلام، أي التأثير في وسائل الإعلام، ويتم ذلك عن طريق استخدام عدة استراتيجيات، أهمها استراتيجية الامتداد الجغرافي واستراتيجية امتداد السلاسل. المرحلة
الخامسة السيطرة، هون يتم إحكام السيطرة على الأزمة والتفاوض معهم وإقناعهم بالحلول المناسبة مع رغبات وتوجهات المنظمة. المرحلة السادسة وهي المرحلة الأخيرة من مراحل المنهج المتكامل في إدارة الأزمات، وتعني هذه المرحلة سيطرة إدارة المنظمة على قوى الأزمة، سيطرة قوى المنظمة على قوى الأزمة، وتبدأ عملية التوجيه إما بتحويل الأزمة من سلبية إلى إيجابية، أو بتصدير الأزمة إلى الخارج، يعني طريقتين في التعامل مع الأزمة. هذا كل ما يتعلق في المنهج المتكامل لإدارة الأزمة. في أي سؤال؟ واضح إن شاء الله؟ يعني محاضرة اليوم إن شاء الله أعتقد أنه يكفي إن شاء الله. إحنا بكرة بعون الله تعالى راح نأخذ 20% من الداخل، ما تنأخذ مراجعة، وراح نأخذ الثاني مراجعة مجموعة كبيرة إن شاء الله من الأسئلة، وراح نسوي فوكس على التركيز على بعض النقاط الأساسية من أول محاضرة إن شاء الله، والهدف لغايات الاختبارات تكون إن شاء الله مرتاحين، الأمور تكون واضحة سلسة وبسيطة بالنسبة لنا. فممكن نأخذ نص المحاضرة القادمة من المحاضرة اللي تكون إن شاء الله. في أي سؤال بنات الشباب؟ الله يعطيك العافية جميعا، ولقائنا بعون الله تعالى غدا الساعة 4:45 إن شاء الله. إذا في أي سؤال تشرفوا.